الشناوي انت بتتكلم عنه اخيرا يا كابتن عبد الكريم، شايف مستوى ازاي اللي بيقدمه محمد الشناوي، خاصه انه دلوقتي بقى بيصنف من افضل الحراس مش في مصر بس، لا ده في قاره افريقيا كلها. اكيد هذا كله استحقاق مبارياته وبطولاته اللي مع الاهلي، لانك تلعب مع فريق كبير كما نادي الاهلي مش يعطيك الاسم. انا ديما نقول المجموعه هي اللي تكبر اللاعب، مش اللاعب لازم يكبر المجموعه. المجموعه اللي تكبر اللاعب. اليوم انت في فريق الاهلي، فريق الاهلي قاعد يفوز بطولات وانت قاعد تقدم في مردود، اكيد باش تكون انت في القمه في افضل الناس. وين باش يشوفوك انت؟ وين باش يتفرجوا عليك الناس؟ الجماهير الكبيره والشعب باش يتفرجوا عليك في النادي الاهلي، الناس كل تبع في النادي الاهلي. اسكو باش تبع في فريق اخر اقل جماهيريا؟ ما نتخيلش. اليوم نقولوا احنا جراس بالفرنسي، يعني على النادي الاهلي بالقابه انك انت موجود اليوم في القمه هذيك وتستحق، لانك انت قدمت الافضل وربحت بطولات اللي خليتك اليوم في 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 اليوم نقولوا احنا بعد الحضري، لانه بعد خروج الحضري الناس كانت تتقلق في نادي الاهلي مين حيكون حارس المرمى، لكن النادي الاهلي دايما ولاد. بنشكرك شكرا جزيلا الكابتن عبد الكريم النفطي، نجم الكره التونسيه وايضا نادي الصفاقسي التونسي.